حياكم الله أحبتي المشاهدين مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم، ونرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الجولة الخاصة لبرنامج صباح كربلاء. سؤال جولتنا لهذا اليوم يقول: كيف تستطيع إدخار الأموال من راتبك الشهري؟ خليكم ويانا أحبتي المشاهدين لنتعرف على بعض الآراء. يعني في شيء قليل يعني ندخر من عدة، ونعتمد مثلا يعني مثلا نستثمر هاي السلفة مثلا مشروع معين نفتح بها محل شيء ونستثمر من عدة، ومن المحل من هذا نستثمر به نشتغل به. والله الصراحة هذا الموضوع اكو عدة طرق، طبعا كل من وحسب انه طريقة الدخل مالته، يعني اكو مثلا طريقة شهري، اكو ناس مثلا تشتغل بنسب، اكو ناس تشتغل حتى بجور يومية. طبعا يبقى هذا الموضوع انه في حالة انه عندك دخل ثابت يتوقف على نقطتين. طبعا هو بالبداية معرفة الهدف انه ليش انا اذخر جزء من مالي، لا سامح الله تدري احنا معرضين الطوارئ، معرضين لا سامح الله مرض، ايضا هماتين يعني develop yourself، يعني انت تقدر تطور نفسك ما تظل على نفس الدخل وانت دا تكبر، وهذا فممكن دخول بالجمعيات، يعني مثل ما يقولون بالتعريف الدارج انه سلف، نقدر مثلا واحد يدخل بسلف، يقدر واحد يدخر ماله مثلا بشغلات، يعني يشتري القطع مثلا قطع ثمينه. مثلا انا يعني اعرف ناس مثلا تقول لك انا اشتري ذهب واضمه، اكو ناس تدخل بمشاريع بها مثلا ما بها شيء خلينا نقول استهلاكي، انه انا بمكان ما اضم من يمي ادخل بهذا المشروع، اول شيء يزيد من مالي وثاني شيء انا محافظ عليه. فهو هذا بصراحه الموضوع مهم، واكو اكثر من طريقه، وانا برايي انه واحد يفكر انه يقد يعني يكثر من الدخل مالته، مو يظل يحافظ، لان احنا كل ما نكبر احتياجنا راح يصير اكثر. صراحه ماكو راتب يكفي الموظف، لان تعرف انت الزياده بالدولار ادى لان المواطن يجي قد ما يجي راتب ما راح يلحق عليه. الله وكيلك الراتب بدايه الشهر يخلص ما يطول اربع ايام خمسه، بس كل موظف تلقاه يشتغل شغله ثانيه. بخصوص شلون اقدر ادخر الراتب مالتي، ادخر الراتب مالتي او اما عن طريق ان اضمه بالبيت عن طريق قاصه، اسوي لي قاصه صغيره واضم الراتب مالتي للطوارئ، مثلا صار عندي مريض، صار عندي مستشفى، صار عمليه، صار عندي خطار جوني، الواجبات كذلك، او اكو طريقه ثانيه او تدخل عن طريق المصرف، المصارف الحكوميه، بس انا اعرف المصارف الحكوميه ذاتي تدخر فلوس المعاملات والروتين راح ينهي هذا الموضوع مالت الادخار عن طريق المصارف. الراتب الشهري يجب ان يقاس على التدبير والادخار. التدبير هو كمية القوائم المفروض دفعها من الكهرباء والامور الاخرى القائمة، والمصرف اليومي او الشهري، وبعد ذلك الادخار. فهي عملية تخطيط وحساب واقتصاد، وهكذا يجب الانسان ان يجب على الانسان ان يوفر من راتبه الشهري مهما كانت الامور، لانه الفلس الابيض ينفع في اليوم الاسود. الى هنا احبتي المشاهدين وصلنا واياكم الى ختام هذه الجوله الصباحيه. تقبلوا تحياتي وهذه عوده الى استوديو البرنامج.